فليساعدني أحد، فليساعدني أحد على التنفس، هي ترجمة لكلمات ارتفع بها صوت المتظاهرين هنا يطلقون نداء مساعدة من أمام البيت الأبيض. هم هنا ليواصلوا تظاهراتهم المستمرة لأكثر من أسبوعين، لكنها اليوم تأتي في يوم ميلاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يحتفلون به على طريقتهم الخاصة. اليوم عيد ميلاد ترامب ونحتفل به هنا، ولكن بهذا البالون الذي يليق به. أيوجد لدينا قائد قوي في البيت الأبيض، إنه طفل كبير. مسيرات تجوب شوارع أغلقت تحسبا، موسيقى وغناء حمل في معظمه انتقادا لترامب وإدارته ومطالب بالمساواة بين الجميع وإبعاد ترامب عن البيت الأبيض. إن هناك جزء من حملة رفض الفاشية للاحتفال بعيد ميلاد ترامب، هكذا شعرنا أنه يجب الاحتفال بعيد ميلاده، يجب إخراج ترامب من السلطة هو وإدارته لأنه كارثة على الإنسانية. في يوم ميلاد ترامب حول النشطاء تويتر إلى ساحة لإعلان امتنانهم للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، فكان وسم يوم تقدير لأوباما من الأكثر انتشارا في الولايات المتحدة. هي رسالة يريدون إيصالها إلى سيد البيت الحالي، لكن للمتظاهرين هنا هذا غير كاف، والتغيير لا يأتي إلا باستمرار الاحتجاجات. ليس كافيا انتقاد الرئيس، بل يجب إخراجه من السلطة، وهذا لن يحصل من وضع صورة لشخص غير موجود في السلطة، ولكن في البقاء في الشارع. وبينما ينوي متظاهرون البقاء في الشارع، يرتفع سقف المطالب. تحقيق عدالة ومساواة، يقول المتظاهرون، لن تتحقق إذا لم تنتهي الحوادث التي تطال السود دون غير هامة على يد ضباط شرطة بيض. هكذا إذن يحتفل هؤلاء بعيد ميلاد الرئيس الأمريكي. احتجاجات يقولون إنها ستبقى متواصلة، لكنهم أيضا يأملون أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يحتفل بها ترامب بعيد ميلاده وهو في البيت الأبيض. ريما أبو حمدية، العربي، واشنطن.